السلام عليكم، كيف حالكم؟ اليوم إن شاء الله بدنا نأخذ درس جديد من مادة اللغة العربية وهي حركات التنوين. حركات التنوين. طيب خلينا نتذكر مع بعض حركات المد القصير اللي أخذناهم في الحصص السابقة. إيش هم حركات المد القصير؟ أحسنتم، فتحة ضمة كسرة، صح؟ طيب ما صوت الفتحة؟ صوت الفتحة أ. ما صوت الضمة؟ صوت الضمة أو. وما صوت الكسرة؟ صوت الكسرة إي. وحكينا أن الفتحة والضمة وين بيجوا؟ فوق الحرف. أما الكسرة وين بتيجي حلوين؟ تحت الحرف. ماشي حلوين؟ اليوم بدنا نأخذ مين؟ بدنا نأخذ أخت الفتحة وأخت الضمة وأخت الكسرة. هسا الفتحة يا حلوين لها أخت، والضمة لها أخت، والكسرة لها أخت. الفتحة شو اسم أختها؟ اسم أختها إن. والضمة كمان اسم أختها إن. والكسرة كمان اسم أختها إن. معناته الفتحة إلها أخت اسمها إن، والضمة إلها أخت اسمها إن، والكسرة إلها أخت اسمها إن. هدول طلعوا عندي لهون. هاي عندي حركة الفتحة. حركة الفتحة حكينا يا حلوين وين بتيجي؟ تيجي فوق الحرف. هسا هاي الفتحة جبنا كمان أختها الفتحة الثانية، لكن شو اسمها هون؟ ما بصير نحكي فتحة وفتحة، ما بزبط معانا. لا، هاي الحركة اسمها فتحة وأختها شو اسمها؟ إن. شو اسم أختها يا حلوين هاي؟ هاي أختها اسمها إن. شو اسمها؟ إن. هسا الفتحة شو صوتها؟ صوتها أ. وأختها شو صوتها؟ صوتها إن. هسا لما نحطهم مع بعض أ وإن شو بيعطينا الصوت؟ أن. أن. معناته هذا يا حلو شو نسمي؟ تنوين الفتح. ليش نسمي تنوين؟ لأنه أنا عندي فتحتين، الفتحة وأختها مين؟ إن. الفتحة وأختها إن. فلما عندي أنا فتحتين سميناهم مع بعض التنوين. شو سميناهم مع بعض؟ التنوين. معناته الفتحة صوتها أ وأختها صوتها إن. لما نقرأهم مع بعض شو بقرأهم؟ أن. أن. إذا أن هو تنوين الفتح. أن هو تنوين الفتح. الفتحة أ وأختها إن حطيناهم مع بعض الحلوين، صرنا نقرأهم أن. أن اسمه تنوين الفتح، فتحتين مع بعض. برضو يا حلوين تنوين الفتح وين بيجي؟ بيجي فوق الحرف. نفس الإشي بيجي فوق الحرف، لكن شو اللي بيختلف عن الفتحة؟ بيختلف عن الفتحة إنه دائما يا حلوين بيجي على فوق آخر حرف، بيجي آخر الكلمة. وين دائما بيجي؟ آخر الكلمة. ماشي، اطلعوا لي على تنوين الفتح. إذا تنوين الفتح وين بيجي يا حلوين؟ بيجي فوق الحرف. شو صوته؟ أن. إذا تنوين الفتح. تنوين الفتح شو صوته يا حلوين؟ صوته أن. ما صوته أن. ما صوته أن. تنوين الفتح فتحتين، شفتوا كيف؟ تنوين الفتح شو صوته؟ أن. تنوين الفتح شو صوته؟ أن. 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 فتحتين أن. طيب تنوين الفتح يا حلوين دائما بيجي فوق الحرف على آخر الكلمة، بيجي في آخر الكلمة. لكن يا حلوين تنوين الفتح هذا إيش؟ أكبر تنوين إخوانه، يعني أكبر من تنوين الضم وأكبر من تنوين الكسر. فهو خط إيش؟ عجوز كبير في السن، دائما يا حلوين محتاج لشو؟ محتاج لعكازة. إيش هي عكازته؟ عكازته حرف الآ عشان نتعكز عليها، لأنه كبير في السن لازم أضيف للكلمة حرف الآ. ماشي حلوين؟ يعني إذا بدون عكاز شو بصير التنوين؟ بقع الحرام. ليش؟ لأنه تنوين الفتح يا حلوين كبير في السن، ختيار رجل عجوز بحاجة إيش؟ لعكازة. إيش هي عكازته يا حلوين؟ هي حرف الآ. طلعوا لي على كلمة نارًا. نارًا وين تنوين الفتح في كلمة نارًا؟ هيا طبعًا إجا إجا فوق حرف الإر في آخر الكلمة. كلمة نار، طلعوا لي على كلمة نار، إيش آخر حرف عندي في كلمة نار؟ آخر حرف عندي حرف الإر، شو حطينا فوقي؟ تنوين الفتح. الرؤن رن. الرؤن رن. نارًا. الرؤن رن. نارا.
عشان دلمين الفتح يا حلوين عجوز وكبير في السن عشان ما يقع. شو ضفنا له؟ ضفنا له العكازة اللي هي ضفنا له العكازة اللي هي الأعمات. ودائما نحن ودلمين الفتح بيجي في آخر الكلمة، دائما بيجي على آخر حرف الكلمة بعدين نضيف له الآخر العكازة. طيب طلعوا على الكلمة بعديها معطفاً معطفاً. وين تلمين الفتح إجا يا حلمين؟ إجا على آخر حرف اللي هو حرف الإف. فن فن إفو أن فن إفو أن فن معطفاً معطفاً. طيب تلمين الفتح إجا على آخر حرف اللي هو حرف الإف صح؟ بس أنا شو عملت؟ ضفت له العكازة اللي هي عشان تلمين الفتح ما يوقع، لأنه ختياره عجوز دائما بمسك بمين؟ بالعكازة. معناته تلمين الفتح وين إجا عندي؟ إجا عندي في آخر الكلمة معطى فن فن معطى فن. طيب طلبوا لي على كلمة نجمة نجمة. طيب يا حلوين في ملاحظة هيك أنا حاب أعطيكم إياها، إنه تلمين الفتح بنضيف العكازة فقط على باقي الحروف إلا حرفين فقط. تلمين الفتح ما بنضيف العكازة عليهم، اللي هي الإت المربوطة والهمزة. الإت المربوطة والهمزة ليش؟ لأن الإت المربوطة والهمزة عندي إيش قويين، بقدروا يتحملوا إيش تلمين الفتح. أما باقي الحروف ضعاف ما بقدروا يتحملوا تلمين الفتح، عشان هيك تلمين الفتح يمسك العكازة الآن. أما عند الإت المربوطة والهمزة هذول قويات كتير، بيقدروا يشيلوا شو تنوين الفتح. فاحنا هون الات المربوطه والهمزه ما بنضيف لهم ام، عاد نضع تنوين الفتح عليهم من فوق ماشي. القويين بيقدروا يشيلوا لهم عضلات الات المربوطه والهمزه، مش زي باقي الحروف ضعاف ماشي يا حلمين. برجع بعيد تنوين الفتح ما صوته ان، ما صوته ان، وهو عباره عن ايش؟ فتحتين، فتحه صوتها ا أختها إن. لما نحطهم مع بعض أو إن أن أو إن أن، وحكينا تنوين الفتح شو منضيف له؟ عكازة هي فقط على الحروف التالية إلها ضعيفة، لكن الإت المربوطة والهمزة ما منضيف لها العكازة. ليش؟ لأنهم قويين ولهم عضلات فبقدر يشيلوا تنوين الفتح. طلعوا لي هون كلمة نجمتان، وين إجا تنوين الفتح في كلمة نجمتان؟ نعم جاء على الإت المربوطة، جاء في آخر الكلمة. شايفين؟ ضفنا للإت المربوطة آ؟ لا ما ضفنا لها آ هي العكازة. ليش؟ لأنه حكينا الإت المربوطة قوية وبتقدر تشيل تنوين الفتح. في عندنا كلمة ما أن، ما أن، أين جاء تنوين الفتح؟ جاء في آخر الكلمة على وين؟ على الهمزة. الهمزة ضفنا لها العكازة الآ؟ لا، لأنها إيش؟ قوية وبتقدر تشيل تنوين الفتح. إذا تنوين الفتح ما صوته أن، ما صوته أن، ما صوته أن. أحسنتم، إحنا وين بيجي دائما؟ في آخر الكلمة. هسا تنوين الفتح ما بيجي هون أول الكلمة خطأ، ولا في وسط الكلمة خطأ، دائما بيجي في آخر الكلمة ماشي حلوين؟ دائما في آخر الكلمة. خلص الآن من تنوين الفتح، خلينا نشوف تنوين الضم. تنوين الضم شو صوت الضم يا حلوين؟ صوتها أو. وأختها شو اسمها؟ برضو كمان نفس الفتحة اسمها إن. شو اسم أختها؟ إن. هسا لما نحط الأو مع الإن شو بيعطيني الصوت؟ أون أون. أو وإن أون. تنوين الضم شو صوته؟ أون. تنوين الضم شو صوته؟ أون. تنوين الضم شو صوته؟ أون. شو صوت تنوين الضم؟ أون. إيش صوت تنوين الضم؟ أون، عبارة عن ضمتين، ضمة أختها الإن. لما نحطهم مع بعض شو بنقرأهم؟ أون أون أون. وين بيجي حلوين كمان؟ فوق الحرف. ونفس تنوين الفتح بيجي على آخر حرف من الكلمة، ما بيجي في أول الكلمة ولا في وسط الكلمة، فقط بيجي على آخر حرف من الكلمة. بنضيف العكازة الآ؟ لا، ما بنضيف لتنوين الضم العكازة. ليش؟ لأنه بعده شباب، بعده شو؟ شباب. طيب طلعوا لي هون في عندي، إذا تنوين الضم عبارة عن ضمتين، الضمة صوتها أو وأختها الثانية صوتها إن. لما نقرأهم مع بعض نقرأهم أون، أو وإن أون. طيب في عندي هون كلمة جرسون، جرسون، أين جاءت
الضم؟ نعم، جاء على حرف الإس. سن، سن، جاء في آخر الكلمة. هيا تتنين، جاء في آخر الكلمة. جرى سن، جرى سن، سن. طيب الكلمة بعدها عندي كلمة نهرن، نهرن، أين جاء تنوين الضم؟ نعم، جاء في آخر الكلمة على حرف الإر. نهرن، الرؤن رن، السؤن سن، جرى سن، نهرن. إذا ما صوت تنوين الضم برضو صوته أن وجاء في آخر الكلمة. شايفين؟ بيجي في آخر الكلمة. وحكيت لكم إنه ما بنضيف له آ لأنه بعده شب، مش على جوز زي تنوين الفتح. ماشي يا حلوين؟ الآن تنوين الكسر. تنوين الكسر يا حلوين وين بيجي؟ تحت الحرف، لأنه أخت الكسرة معروف. الكسرة صوتها إي وأختها إن. الكسرة شو صوتها؟ إي وأختها إن. لما نحطهم مع بعض إي وإن إن، إي وإن إن. إذا صوت تنوين الكسر إن. تنوين الكسر يا حلوين عشان بعد بوب صغير برضع دائما بحب يتخبى تحت الحروف، وين بحب يتخبى؟ تحت الحروف. بعده بحبي صغير، ماشي، ما بقدر يطلع فوق الحروف لانه بعده ما كبر، ماشي. فتنوين الكسر عشان بعده بوب صغير وبحبي، وين دائما الطفل الصغير اللي بحبي مش بضل يتخبى تحت الاشياء، تحت الكرسي، تحت الطاوله. تنوين الكسر عشان بعده بوب صغير بحبي، وين بيجي؟ بتخبى تحت الحروف. وين بتخبى؟ تحت الحروف. فالكسرة صوتها إي وأختها إن. ما صوت تنوين الكسر إن، ما صوت تنوين الكسر إن. برضو بيجي على آخر حرف من الكلمة. طلعوا هون، خب زن، خب زن، أين جاء تنوين الكسر؟ وين بتخبي؟ بتخبي تحت الحرف إز. السؤال زن، السؤال زن، خب زن، خب زن. إذا تنوين الكسر، تنوين الكسر وين بيجي؟ تحت الحرف. تنوين الفتح، تنوين الضم، تنوين الكسر، تنوين الفتح، تنوين الضم، تنوين الكسر. طيب آخر كلمة عندي هاتفين، 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 أين جاء تنوين الكسر في كلمة هاتفين؟ نعم، تحت حرف الإف. تحتي متخبي، ليش؟ لأنه بعده صغير. إف و إن فن، فن، إف و إن فن. إذن برجع بعيد، تنوين الفتح ما صوته أن، تنوين الفتح ما صوته أن، أن. طبعا تنوين الفتح وتنوين الضم وتنوين الكسر كلهم بيجوا على آخر حرف من الكلمة، ما بيجوا لا أول كلمة ولا وسط الكلمة، خطأ ما بيصير، بيجوا على آخر حرف من الكلمة. تنوين الفتح حكينا عنه عجوز وكبير في السن، بده شو؟ عكازة اللي هي الآ مشان يمسك فيها، إلا لما نحطه فوق الإت المربوطة أو فوق الهمزة ما بحتاج عكازة، لأن الإت المربوطة والهمزة لهم عضلات فبقدروا يتحملوا تنوين الفتح. أما تنوين الضم، ماشي يا حلوين؟ تنوين الضم أيضا بيجي على آخر الحروف بس ما بنضيف له آ، ليش؟ لأنه تنوين الضم بعد شباب مش عجوز فبقدر يجي فوق الحروف. أما التنوين الكسر وهو صوته إن بيجي من بعده بحب صغير رضيع، بيجي تحت الحروف. وين بيجي؟ تحت الحروف لأنه بعده بحب صغير. وشو صوته؟ إن. إذا تنوين الفتح أنا عندي أن، تنوين الضم أن، وتنوين الكسر إن. إن شاء الله تكونوا فهمتوا واستفدتوا. إلى اللقاء.